عسلامة. عسلامة أختي. لباس. الحمد لله. قد من روحك؟ أنا طرابلسي سويلحتي من الوردية. مرحبا بك. باش نحكيو اليوم على تحضيرات المواطن التونسي للعيد الأضحى. والله من ناحية العيد الأضحى أنا بطبيعتي نسكن في الوردية بجنب البطوار بتاع الوردية، ومعناه نشوف العباد قداش قاعدة تحضر وقداش معناها جاية عباد بالكاميونات معناها وتحضر، أما الجيب هو اللي بالفايدة أبارامون ماهوش حاضر. فهمني اختي، الجيب اللي هو الجيب ماهوش حاضر، ما راهو تو الناس الكل تعيد، راهو كل شيء الارزاق بيد ربي، ربي يبعث لنا نحن، الحمد لله ربي، نحن الشعب التونسي راهو عايشين بقدره ربي، رانا ما عمل علينا حد مزيه معناها. فهمتني؟ كان عندك فكره على الاسعار والاسواق؟ اي لا عندي فكره، عندي فكره. قديش تتراوح؟ تو نتاع 750 نتاع مناول تو هيك مليون و100. نتاع 750؟ اي تو مليون و100، اي مليون و100 عادي معناها، هذا تبيك مليون و100، 900 معناها مليون ونص، تاع 900 تاع مناول تو مليون و500، مليون ونص، اي غالي غالي غالي. تو ثم فكره ولا كل زوج ياخذوا علوش مع بعضهم، موجوده الفكره هذه معناها، برامو مناول زاده برش ولا ياخذوا علوش مع بعضهم معناها. فهمتني؟ غلاء الاسعار الاضاحي ينجم هذا يدخل فيه غلاء الاعلاف والجفاف؟ بطبيعه الحال راهو نحن راهو نحن من الاوائل في العالم الكل، راهو عندنا العلوش، نحن معناها نحن عندنا اللي كاليتي لو مصلي على النبي، نحن عندنا كاليتي لو مصلي على النبي، راهو نتاع ليلش معناها في تونس، وعندنا معناها كنا معروفين بالعلوش التونسي، تو مفقود خاطر العلاف والغلاء وتعرف انت الدولار طايح، ما عادش نجم فرامون مثلا تجيب من برا معناها كيما نقولوا 900 طن، كي يبدا الدولار طايح تولي تجيب كان 600 طن معناها، فهمني، العام اللي بعده تولي تجيب 450 طن، فهمني، بطبيعه الحال باش تنقص العلاف معناها، شوف فيهم الناس الكل بالعلاش نتاعهم تو في الغيب معناها ياكلوا فيهم كان في الحشيش معناها، فهمتني، ب 26000 راهو البلاغوره ترى. 26000 ولا قرة ترى، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يقدر خير وكا هو، إن شاء الله بقدرة ربي، إن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل بقدرة ربي تو نعيدوا راه. إن شاء الله. حكيت أنت على أنه فما توانسة ولاو معناها يتشاركوا في العلوش. يتشاركوا بزوز عائلات، إذا كان مش ثلاثة عائلات معناها، إذا كان يسكنوا بعضهم الناس الكل في علو، العباد ولا تاخذ فراك، أنا نسكن بحض البطوار. قبل العيد بنهار ولا بنهارين صف معناها الناس الكل معناها تاخذ 70000 80000. الحم حاضر يعني مش بالضروره. الحم حاضر، العباد ما عندهاش حق الذبيحه. أهم شو نقول لك حاجه، ثم عباد ماخذين علوش وما عندهمش حق الذبيحه معناها، فهمتني؟ صدقني لا عندهم حق الذبيحه ولا عندهم حتى حق بلد القرد معناها، فهمتني؟ كي نحكيو على المواطن البسيط اللي ما يقدرش باش يشري معناها علوش بمليون، سما غالي. اي بطبيعه غالي، شوف ربي سبحانه، نحن راهو الشعب التونسي، باش نقول لك حاجه، احنا راهو الشعب التونسي راهو بقدره ربي ما يخلينيش، راهو نحن والحمد لله ربي يحبنا ربي. هاك تشوف معناها، هاك تشوف تبيك في ايطاليا ولا في الجزائر، ان شاء الله ربي معاهم كل شيء في هذانات والحمد لله ربي، تونس لاباس، لا عندنا لا كوارث، لا عندنا حتى شيء، غير ربي يهدي ان شاء الله لاباس، ان شاء الله بقدره ربي، ان شاء الله الناس الكل تعيد، ان شاء الله ما ثم كان الخير، الوضعيه نتاع العلوش ثم الناس مش باش تعيد، خاصة اللي ما عندهمش صغار معناها، هذاكم يقول لك ما عيطش، اخي واحد يحب يعيد ولكن ما عندوش، ولكن كي يبدا عنده صغير كي يشوف مثلا صغار معناها متعدين بالعليلش وولده معناها من غير علوش تشبيك يعجبكش زاد، فهمني، لابد مش ياخو يداين وكذا وياخو معناها، فهمتني، حاجه في تونس ديما ناخذ وندين ونحط شاشيت هذا على شاشيت هذا، ولكن تو ما عادش مش تحط شاشيت هذا على، ما ثماش كلها معناها كلها فارسه معناها، ان شاء الله ما ثم كان الخير. بالنسبه ليك انت مسيو تقدر انك تاخو علوش بمليون واش؟ لا مش بمليون واش، ما نكذبش عليك، انا ناخو بتاع 700 600 500. 700 600 كيفاش تلقاه معناها صغير؟ انا هكاك باهي، مش خايب، لا باهي. قلت اللي يعمل ب 700 600 معناها في العيد اللي فات توا باش يعمل بمليون، معناها انا تويكا مش نجم نقول لك باش ناخذ نتاع 450 نتاع مناول اللي هو توا 700، فهمني، 450 نتاع مناول
اللي هو تويكا 700، وانا نسكن بجنب البطوار معناها عادي، معناها كل نص ساعه نبدا غادي نجم، معناها عندي عينين معناها ونجم ناكل حاجه مش تحبها، وفي الخير ربي كل واحد ياكل شو مكتب له راس اختي والله. ان شاء الله مثلا كان الخير، وان شاء الله بقدره ربي، ان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل، وان شاء الله الناس الكل تعيد. والمشكله فك العباد اللي يدخلوا في الدين نتاع العلوش، مازالوا ما خلصوش حق الكتب يدخلوا في دين العلوش، ومن بعد الدين نتاع العلوش ما تكمل الدين نتاع العلوش الا ما تجيك لاباس لاباس. كثرة المناسبات هي اللي خلت التونسي ديما في التدين ويتسلف وما ينجمش بطبيعة على خاطر صغار ولازم يفرح صغار، يعني ما ينجمش. والله كثرة المناسبات في تونس، برشا مناسبات في تونس بصراحة، والحمد لله يا ربي قاعدين نخرجوا منهم بالوحدة بالوحدة، معناها فهمتني، قاعدين برشا مناسبات بصراحة وبرشا مناسبات. يعني أنت ترى أنه برشا مناسبات زايدة قادر أن المواطن التونسي يستغنى عليها؟ بون نجم نقول لك أنا العيد الصغير والعيد الكبير ماهوش معناها هي مناسبات دينية. هي مش مناسبات دينية هذيك معناها. نحكيو على المناسبات الأخرى مثلا كيما رأس العام كيما حاجة. إيه لا ثم حتى عيد ميلاد ساعات في واحد برامو معناها في عائلته يعمل عيد ميلاد معناها مناسبة كل شيء يصرف عليهم ما بين 250 و 350 ألف معناها فهمتني، ثم مناسبة ثم مثلا كما نقول لك في عيد الحب ولا في مثلا رأس العام ولا في عيد الشغل ولا يصرفوا فيه تويك. كيفاش عيد الشغل يصرفوا فيه؟ العيد الكل يصرفوا فيه بتونس. اخي عيد الشغل يصرفوا فيه، قبل ليله عيد الشغل عملت فيه تسهر ماهيش زاد، يا ما يصرفوا فيه كان النقابات وفي عيد الشغل بصراحه. نرجعوا توا لعيد الاضحى، بخلاف صوم العلوش، شنو هما الحاجات الاخرين اللي تكلفوا؟ الذبيح تبيك ولا ب 30، التكسير ب 30، فهمني؟ التكسير ب 30 والذبيح ب 30. والقرط ب 26، هذوما 86، مع القانون 100,000، هذوما حاجة زايدة معناها فهمتني؟ هذوما هذه ال 100,000 هذه حاجة زايدة معناها، بعد ما خذيت العلوش هذيك لابد منها معناها تكون تحتك، اللي حق الذبيح وحق برت القرط وحق التكسير معناها. فهمني؟ معناها قديش لازم ميزانية لعيد الأضحى ككل؟ مليون. زوز ملايين؟ لا 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 مليون 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 باهي معناها، لا زوز ملايين مليون يبدا اموره واحد يبدا اموره مريقله معناها. اما الحاجه الباهي مليون كي يبدا نتاعو معناها، مش معناها يداين ياخذوا معناها فهمت، هذيك المشكل خاطر ماك تعرف تو اذا كان خذيت مليون داين في مليون اربع شهور تلقى روحك مداين في 3.5 ملايين معناها باش تنجم ترجع المليون. خلي لك كلمة الختام، شنو تنصح التوانسة بمناسبة عيد الأضحى؟ إن شاء الله كل عام والشعب التونسي حي بخير، إن شاء الله كل عام والأعياد الدينية نتاعنا تكون حاضرة، وإن شاء الله بقدرة ربي رانا الناس الكل باش نعيدوا.